خلال ترأس اجتماع موسع لمناقشة وتقييم حصيلة عملية مرحبة 2024 في شقها المتعلق بالنقل البحري، قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل إن أزيد من 3 ملايين مسافر من ضمنهم 70% من المغاربة القاطنين بالخارج عبروا الموانئ المغربية خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى غاية 15 من شتنبر في إطار هذه العملية. ترأس اليوم اجتماعا لمناقشة وتقييم حصيلة عملية مرحبة 2024، وبخصوص عرض النقل البحري خلال عملية مرحبة لهذه السنة، قامت الوزارة بتعبئة ما مجموعه 29 باخرة تابعة ل7 شركات بمختلف الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لضمان تأمين أكثر من 535 رحلة أسبوعية بساعة قصوى تقدر ب 500,000 مسافر و 130,000 عربة كل أسبوع. وخلال اللقاء تم استعراض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل إنجاح هذه العملية، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير عرض نقل بحري يستجيب للتدفقات المنتظرة وتنويع الخطوط البحرية وضمان التزام السفن المعنية بالقواعد البحرية الوطنية والدولية وغيرها من الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية. الوكالة الوطنية للموانئ قامت بمجهودات جبارة في إطار هذه العملية. خطة عمل الوكالة تقوم على تعزيز البنية التحتية المينائية الضرورية من خلال تمديد أرصفة المحطة البحرية بميناء الناظور، وكذا استكمال أشغال المحطة الجديدة بهذا الأخير، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية اللازمة بتعاون مع كافة المتدخلين في العملية. اللقاء الذي نظمته وزارة النقل واللوجستيك عرف حضور شركات النقل البحرية المغربية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلي السلطات المينائية المغربية.